في عندي هون 5 معالق كبار زبده لينه متروكه بدرجه حراره الغرفه فتره كافيه، راح ادهنها على العجينه تبعتي بهاي الطريقه. راح احاول اغطي كل المستطيل ما عدا اخر تقريبا نص سنتي من الطرف الاخير. راح ادهن النص سنتي الاخير من العجينه هون بشويه مي عشان بعد هيك لما نلفها هنلزق هذا الجزء بهذا الشكل. هبلش اوزع السكر المخلوط بالقرفه، بس بتحاشى انه النص سنتي الاخير هذا انه اقرب عليه عشان يلزق معي بالاخر. توزيع متساوي من كل النواحي. الحشوة وزعتها بهذا الشكل، راح احاول اضغط عليها شوي، بحط ورق هون زبده بشبك العجين، بحاول اضغط عليها عشان تلزق العجينه قدر الامكان. نيجي هلا لاهم خطوه بالسينمون رولز اللي هي لف العجينه. راح ابدا بالطرف اللي جهتي اسكر بهاي الطريقه، بسكر وبضغط بسكر وبضغط، بلف لجوا بهاي الطريقة. بنلف وبنضغط على طول. بنلف وبنضغط على طول. مش مشكلة لو عملتوها أول مرة حسيتوا إنه في عندكم جهة أكبر من جهة أو جهة أرفع من جهة، مش مشكلة. نكون رشين كويس طحين تحتها، ما رح تغلبنا، ما رح تلزق بالكاونتر. رح اخذ الجهة اللي دهنتها مي والزقها بهاي الطريقة. عشان ما تفتح معي العجينة بعد هيك لما اجي اقطعها. لزقت كل الجهات، الطرف من هون من عندي كمان بسكرها بهاي الطريقة. الجهة الثانية عندي عشان اقطعها. انا هون حاولت اني اقيس طول الرغيف هذا وقطعته بالضبط 12 قطعه بالمصدر، هو كان طوله تقريبا 19 انش. راح اقطع سكين، احاول تكون حاده بهاي الطريقه. راح اخذ لفائف القرفة السينمون رولز بهاي الطريقة، راح احطها هون. هدول اللي هم راح يكون بعد ما ينخبزوا عليهم الفروستينج. راح احاول اخلي الطرف المسكر هذا مقابل الطرف المسكر عند القطعة الاخرى.
على فكرة في فكرة بس حابة أقول لكم إياها، إنه ممكن بعد ما نفرد الحشوة على العجينة، إذا بتحبوا تضيفوا تشوكلت شيبس، بتحبوا تضيفوا جوز محمص، بيكان محمص، زبيب ممكن كمان، يعني هاي خطوة اختيارية. أنا بالبيت عندي ما بحبوا، بحبوها سادة. في عندي هون 8 قطع حطيتهم بهاي الطريقة بالصينية، وفي الـ4 قطع اللي ضلوا رح أضيفهم فوق الصوص اللي حضرناها، اللي هم رح يعملوا هون الستيكي بونز. هدول رح يكونوا ستيكي بونز، رح أترككم بهاي الطريقة. طبعا تركنا مسافات بين الحبات لأنه العجينة هاي رح ترد تتخمر مرة تانية، رح أغطيها بقصدير وأتركها تتخمر مرة تانية على الأقل ساعة. وإذا بتحبوا تعملوها قبل اليوم مثلا بالليل وتخبزوها تاني يوم الصبح كمان بصير، بتخلوها تتخمر على الأقل 12 ساعة بالثلاجة، بس قبل ما تخبزوها حاولوا تخلوها توصل لدرجة حرارة الغرفة، يعني تطلعوها برا الثلاجة وتخلوها تقريبا ساعة تاخذ حرارة الغرفة وبعد هيك تخبزوها. بعد ما نخبزهم بفرن، الفرن رح تكون حرارته 375 فهرنهايت على أول رف بالفرن، رح نخبزهم من 20 ل 25 دقيقة. رح فرجيكم كيف شكلهم وكيف رح نقدمهم. وبعد ما خمرت عجينتنا السينمون رولز، رح نخبزها ضعف حجمها بهاي الطريقة. رح نخبزها بفرن 375 محمي على الرف الأول. بأثناء خبز السينمون رولز رح نعمل الفروستينج اللي رح نزين فيه السينمون رولز بس يطلعوا من الفرن وهم سخنين. المقادير كالتالي: في عندي كوب سكر بودرة رح أنخله بعدين قبل ما أضيفه، نص باكيت كريم تشيز أنا استخدمته في فيلادلفيا، طبعا هي درجة حرارة الغرفة أنا تركتها طول الليل برا الثلاجة، نص قالب زبدة يعني 4 معالق كبار كمان برا الثلاجة. أول خطوة إني أنا، وفي عنا نص معلقة فانيليا صغيرة، رح أستخدم البيدل أتاتشمنت هون بالميكسر، رح أضيف الكريم تشيز ورح أخفقها شوي لحد ما تطرى. رح أضيف عليها بهاي المرحلة فانيلا نص معلقة صغيرة. بعد هيك حضيف الزبدة قطعة قطعة بهالطريقة. بعد ما اتفقنا الزبدة مع الكريم تشيز والفانيلا، هلا رح انخل عليهم السكر البودرة. طبعا الهدف من عملية تنخيل السكر انه ما يضل فيه حبيبات، لانه مرات السكر الناعم بتجمع على بعضه فبعطي طعمة مش طيبة لما نجي ناكل الفروستينج. رح انخله كله تقريبا كوب بهاي الطريقة، وبنرجع نخفقه مرة تانية لحد ما يتكون عندي فروستينج جاهز لاني اصبه على السينمون رولز اللي عم بنخبزه بالفرن. السينمون رولز عنا بعد مرور ربع ساعة بالفرن صاروا محمرين بهاي الطريقة. بالنسبة لصينية الستيكي بانز كمان جاهزة، حصلنا عليها بس 2 دقيقتين لحد ما تخف الحرارة تبعتها وراح اقلبها بعد هيك. بالنسبة للسينمون رولز حط عليهم فروستينج بهاي الطريقة، بحطه بضغط بهاي الطريقة، هم طلعوا شوي اثناء الخبز، بحطه بضغط عشان يرجعوا بالداخل بهاي الطريقة. هلا رح أفرجيكم كيف بدي أقدم السينمون رولز. هدول اللي بالفروستينج وهدول اللي بالكراميل هون بعد ما قلبناهم. بهاي الطريقة، وصحتين وعافية، وإن شاء الله بشوفكم مرة تانية بوصفة قادمة. مع السلامة.